ذنب عظيم. لو سمحتي يا اخت تخليكي في حالك ولسانك ما يخاطبش لساني. ان شاء الله علي لسانك ما خاطب لساني. مالك؟ وبعدين يا حبيبتي انا مش اخت، انا اخ. يا اختي الاسود اللي لابسه لنا ده يمكن بتشتي مع الشرطه. ليه بس يا ميس كسف الطبيعه دي؟ عشان انت واللي زيك بكره هتتقلوا في نار جهنم. بكره هنتقلي؟ ويا ترى هنتقلي في الزيت ولا في السمنه؟ يا اختي اللي مش عاجبه شغلتي يحوشني اجرتي. يا مالها قلبت علينا كده ليه؟ شوف انت وهي وعزه جلاله الله، لو ما قمتوا بعيد عني لاكون ماسحه بيكوا بلاط الزنزانه.